الله وبركاته. مدرب القلعة الحمراء الأوروغواني جيراردو بيلوسيو أكد صعوبة المواجهة أمام الجيش، ولكن الرغبة التي يحملها لاعبوه ستكون أكبر. الهجمات كانت ما بين الفريقين بين كر وفر، لاعبو الأبيض زادوا من الضغط والجرأة لتخطي الدفاعات الحمراء ليتمكن ماجد محمد من تسجيل الأول. وصلنا إلى الدقيقة 20، وصلنا إلى الثاني. لم يتأخر لأبناء صبر اللموشي، المغربي حمزة الصهناجي استغل الكرة العرضية بنجاح. زيارة جديدة لمرمى النادي العربي، الجيش عبر حمزة الصهناجي. وقبل نهاية الشوط الأول الحكم يحتسب ضربة جزاء لعمر العبادي، ليتقدم لها أبو علام خوخي ويسجل هدف التقليص. المهمة أصعب على أبو علام وهي تعود مرة ثانية. أبو علام ما في صعب. في شوط المدربين أصبحت المواجهة بين الفرنسي والأوروغواني أكبر وأشد، حين اعتمد المدرب بيلوسيو على لاعبيه لتحقيق التوازن لينجح محمد جمعة من تعديل الكفة وتسجيل التعادل. الضغط الأحمر زاد ليتمكن نجوم العربي من تسجيل هدف التقدم، وقلب الطاولة بعد عرضية متقنة وصلت إلى يوسف أحمد. أبناء صبر اللموشي لم يتركوا النزال ولم يرفعوا الراية البيضاء المحترف الأوزبكي راشيدوف، ومن تسديدة قوية ارتطمت برأس المدافع أحمد فتحي لتعيد المباراة إلى التعادل. وقبل نهاية مهرجان الأهداف والليلة الجميلة، السحر البرازيلي المتمثل بالمحترف رومارينيو يتمكن من تجاوز الدفاعات ويسجل هدف النقاط الثلاث. حسين الطائي، صدى الملاعب.